في بدايه مشواره في الدوري العام المصري لكره القدم، الاهلي ينصب السيرك للمصري البورسعيدي واكتفي برباعيه نظيفه في مرماه ويرأف بحاله في بدايه مباراه الفريقين في الاسبوع الاول. كابتن شريف الف مبروك. تقول لي بقى بيبسي تاو كنت عايز اطلع الحمد لله ان مستر كولر ما سمعكش وطلعه من بدايه من الشوطين بيلعبوا 10. كنت عايز اطلع بيبسي تاو. لا كنت عايز اعمل سويتش. مبروك، البدايات مهمه جدا ودي بدايه قويه جدا الحقيقه. اجمل ما فيها ان انت طمنت على لعيبه الاهلي كلهم، حتى كريم فؤاد بنقول له الحمد لله على السلامه ومبروك الهدف، وبيت اللعيبه كلها الحقيقه وعبد القادر ووجود قفشه النهارده كان لا ينقصنا الا هدف لامام عاشور ولانتوني مودست. وكنا نتمنى ان هو يسيب انتوني مودست برضه للاخر في ظل ال 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 الهجوم اللي هو اخر ربع ساعه ده، اعتقد كان ممكن يبقى له حظ ويجيب جول ولكن ها هي كره القدم، عندما تتحرك تبتسم لك، عندما تكتشف الملعب ويبقى عندك روح التيشيرت اللي انت بتلعب بيها النتيجه بتبان على الشاشه، وبنشوف اكتر من لاعب عندما تدخل منطقه الجزاء اي كره عرضيه تلاقي واحد واثنين وثلاثة المحظوظ أو اللي عليه الدور هو اللي بيحرز الهدف، يعني حاجة تطمن ما شاء الله. الحمد لله رب. الحمد لله الشوط الثاني خصوصا يعني طمنا على رضا سليم، طمنا على إمام عاشور النهاردة بشكل جيد جدا الحقيقة، اثنين أسيست، كل ما الفيتيكال فيتنس بتاعه والحالة البدنية بتاعته هتبقى موجودة، ما ننساش إن هو راجع من إصابة برضه، فدي حاجة جيدة جدا، هو عنده قد كده كمان 10-15 مرة. مفيش حاجة قدام النادي الأهلي ممكن تحصل غير ترجمة الأهداف. يعني أنا لما بنطلع نقول لك في الشوط الأولاني لازم يغير ولا، ما أنا بطلب من اللاعب هو بيلعب بطلب منه إن هو يخلص المهمة. أيوه. يعني انا مش مستني لما اتكل على مودست او انتوني اللي جه ده النهارده هو اللي هيخلص المباراه، يعني مش ما بتكلش على كده، لا كل لاعب بيلعب من في الشكل الامامي ده يعني انا ببقى عليه مسؤوليه كبيره جدا ان هو يعمل الكره اللي عنده، خش ويقطع زي ما قطع ويجري السبرنت زي ما عمل بيرستاو ويمسكها ويستلمها، وقلت لك ليه هو لعبه هنا عشان يقطع القطعه دي ويبعتها بشمال او عمل القطعه دي وبعتها مرتين كويس عندما اتيحت الفرصه، ولكن عشان تتيح الفرصه دي ما ليها عوامل، ليها عوامل في الملعب، ليها سبرنت قوي جدا، ليها رغبه في ان انا اروح اجيب جول، الكلام ده احنا عايزينه من اول الشوط الاول. تفكر احنا كنا بنتكلم في الشوط الاول الشوط ده اتضحك علينا فيه وهيطلع كده وهيخلص لغايه لما حصل الاسيست والكره بتاعت رضا سليم، شكله طرح هنبقى لينا شكل تاني بعد حاله الطرد طبعا. خلاص بقى انت سيطرت، توقيت الهدف في الشوط الاول كان رائع طبعا، انك خارج وانت متقدم وانت مشتاق لهدف كمان من بدايه الموسم، يعني ده موسم واول هدف ليك واول 3 نقاط وبيديك ارتياحيه وبيدي الاجهزه الفنيه اللي بره كمان ارتياحيه كبيره. صحيح. خلاص واللعيبه بقى بدل ما السرعه والهدوء اللي احنا كنا بنطالب بيه في المباراه اللي قبليه بقت موجوده اوريدي، خلاص شايف الملعب كويس، بتباص لزميلك، زميلك التاني بيتحرك، مفيش صرباعه عشان هيبقى ليا الوجود في المكسب يعني، لكن انت ليك الوجود في المكسب وخلاص نفسك اتفتحت وكل واحد بيطلع الامكانيات اللي عنده، واهم حاجه ان انت رايح تلعب، فرايح تلعب يعني بتمتع نفسك وتمتع الناس اللي جايه تتفرج عليك، و اللعيبه اللي جات لنا اتفرجنا عليها في انديه تانية كانت بنفس الشكل، احنا جايبينكم او جايين هنا في الكيان الكبير ده يكون ليكم حظ الوجود لان انتوا لعيبه كويسه جدا، فمع الوقت مع الاستمراريه مع اكتمال اللياقه البدنيه مع عدم الاصابات ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله السنه دي هيبقى له
شكل جيد جدا باذن الله. مبروك النهارده وعقبال اللي جاي. ما تتكلمش في موضوع التاني ده بتاع بيرسي تاني. ايوه.